مرة أخرى مرحبا بكم في حال البلد، ومرحبا بضيفي الكريمين الأستاذ فيصل محمد صالح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. فيصل مرحب بك. مرحبا مساء الخير. الدكتور معاذ تنقو رئيس قطاع القانون الدولي بوزارة العدل، مرحب بك دكتور معاذ. نناقش زيارة الرئيس البشير إلى القاهرة غدا، وما صحة الخبر الذي راج في إعلامنا عن أن مصر قدمت عرضا للخرطوم بأنه تكون حلايب تحت إدارة مشتركة بين البلدين. فيصل لو بدأنا قبيل التقرير، يعني لو بدأنا بأنه بالقول بأنه زيارة الرئيس غدا إلى مصر واضح أنها بين قوسين زيارة عندها يعني بشريات في داخلها، واحد أنه زيارة مدير المخابرات المكلف مدير مكتب الرئيس المصري إلى الخرطوم والتي انتهت الأسبوع الماضي، وتفاهمات أديس تجعلنا نقول أن هذه الزيارة زيارة يمكن أن يتوقع منها أن تكون يعني يتوقع منها نتائج غير عادية، ليست زيارة عادية. هل هذا صحيح؟ يعني صحيح إلى حد ما، لأنها جاءت في أعقاب أزمة كانت وصلت ذروتها، وصلت قمة لم تصلها يمكن إلا مرات قليلة في الماضي. وفي مثل هذه الظروف التقى الرئيسان في أديس أبابا، ثم التقى وزراء الخارجيتين ورؤساء جهاز المخابرات في مصر، دي برضه كانت خطوة متقدمة جدا. ثم جاءت زيارة مدير المخابرات المصرية للخرطوم، وعودة السفير السوداني للقاهرة الذي كان تم سحبه أثناء أزمة العلاقات بين البلدين. فهي دي كلها مؤشرات إنه قنوات الحوار بين البلدين انفتحت على الأقل يعني، وأن هناك حوار يدور حول قضايا متعددة لا يكشف كثيرا عن هذه القضايا، ولا يفصح عن أيها يعني موضوع على طاولة التفاوض وأيها مستبعد وكذا، لكن على الأقل إنه قنوات التفاوض مفتوحة بين البلدين في حوار على مستويات متعددة. في الظروف العادية في البلدان برضو العادية ذات الظروف العادية، معظم مثل هذه القضايا بتنتهي قبل زيارة الرئيسين. الرئيسين بيجوا لتبادل التحايا والتوقيع، بتكون اللجان القاعدية ووزراء الخارجية وغيره انتهوا من كل القضايا، تكون معروفة. في حالتنا نحن غالبا بيحصل العكس، لقاء الرئيسين هو الذي يحدد انه في انفتاح، ثم بعد ذلك تعكف اللجان المشتركة والنظراء في الأجهزة والوزراء في يعني التوصل الى تفاهمات وغيرها بناء على التفاهم الذي يحصل بين الرئيسين. لذلك انا افتكر زي كما ذكرت انه هو تطور ايجابي كبير جدا في مسار العلاقات بين البلدين، وبناء على القمه اتوقع بعد ذاك انه اذا سارت بشكل ايجابي كبير جدا ستنفتح قضايا كثيره جدا ممكن يحدث فيها تفاهمات، وعلى الاقل ان يحدث حراك على بعض الاتفاقات التي تمت في الماضي، واما تنفيذها تم ببطء او لم تنفذ على الاطلاق. والقضايا العالقه كذلك بالتاكيد مهمة. بالتاكيد قضايا ومن امهات القضايا حلايب التي سنأتي إليها. هل دكتور معاذ تنقو متفائل مع فيصل فأنه لزيارة الغد يعني علامات أو بشريات تجعل منها زيارة غير عادية؟ طبعا، لأنه أفتكر أنه التوقيت الذي ستتم فيه هذه الزيارة هو توقيت مهم جدا في ظل تغييرات كثيرة يعني. وأفتكر أنه دائما في نزاعات الحدود تحسن العلاقة بيعطي فرصة وأبعاد عميقة لحل قضايا الحدود، فمهم جدا يعني. رغم أنه أنا ما مع الناس اللي بيفتكروا أنه الحل يمكن في الترحيب بالإدارة المشتركة الذي قيل أن مصر طرحت هذا الموضوع ولا نعلم له أساس يعني، لأنه تفاصيل الإدارة المشتركة هي في الأساس من منظور القانون الدولي، إذا رضيت الدولة ذات سيادة بإدارة مشتركة لجزء من إقليمها يعني تلقائيا رضاها بانتقاص سيادتها على طيب الأرض. يعني سنأتي بالتفصيل، نحن نأخذ منك بس يعني أنت واضح أنك برضو تمضي في نهج التفاؤل يعني أنه هذه الزيارة بناء على التغيرات هنا وهناك. نعم، كل تحسن في العلاقة يدعو إلى التفاؤل يعني. برضو الجو داخل مصر كيف الانتخابات وكذا؟ هذه الزيارة برضو بتأتي بنهاية الانتخابات؟ نعم، يعني هو التوقيت فعلا بدأ لي غريب يعني. يعني الطبيعي جدا أنك أنت بتنتظر إلى أن تنتهي الانتخابات والرئيس يعني يستقر ثم تبدأ، لكن باعتبار أنه ليس هناك تحدي حقيقي للرئيس السيسي في الانتخابات، وهي بدت وكأنها إجراء روتيني
ولذلك هو مستمر في ممارسة أعماله اليومية العادية قبل وبعد وأثناء الانتخابات، لذلك تمت هذه الزيارة. أنا بس كنت أشير لنقطة لما أنت أسرت للقضايا العالية غزي حلاي، مع الأسف السلوك المتبع بين الدولتين إنه لما تكون العلاقات جيدة هذا الملف يتم تخطيطه. خلينا نقول حناتي لحلاي، أنا قاعد أقدم لها بالتقرير، لكن خلينا نقول قد تكون الخرطوم أول المباركين يعني في القاهرة غدا. بالتأكيد. طيب نشاهد التقرير ونعود. تبارت غالبية الصحف التي صدرت في الخرطوم يوم أمس السبت في نشر عنوان رئيسي أشار لقبول الحكومة بمقترح دفعت به مصر بخصوص حلايب، وذلك نقلا عن موقع أفريكا انتليجنس الذي أورد على لسان مصادر دبلوماسية أن القاهرة طرحت على الخرطوم مقترحا نقله مدير المخابرات المصرية خلال زيارته إلى السودان قبل أيام، يقضي بإخضاع مثلث حلايب لإدارة مشتركة بين البلدين. وأوردت تلك الصحف نقلا عن الموقع أن المبادرة التي طرحها مدير المخابرات المصرية جاءت ردا على عودة سفير السودان إلى ممارسة مهامه بالقاهرة بعد استدعائه من قبل الحكومة لشهرين، ما أنهى توترا بين السودان ومصر بسبب صد النهضة الإثيوبي. ولم تتوقف معظم الصحف التي صدرت في الخرطوم يوم أمس عند هذا الحد، فقد قطعت بأن وكالة المخابرات الأمريكية CIA ساعدت في وساطة قادت إلى تهدئة العلاقات بين الخرطوم والقاهرة، الأمر الذي اعتبره مراقبون ومختصون تحولا كبيرا في موضوع حلايب وحال تثبتت صدقيته. الشاهد أن نشر الخبر جاء مستبقا زيارة معلنة لرئيس الجمهورية المشير عمر البشير إلى مصر يوم غد الاثنين، وهو ما جعل كثيرا من الأسئلة تطفو إلى السطح عن مدى صدقية الخبر، وما إذا كان تم تمريره من جهات تبحث عن تحقيق أجندتها الخاصة. ولكن ما جعل الصحف التي أوردت الخبر في موقف يبدو قريبا من الصدقية وإن لم يكن بدرجة مطلقة هو أن وزارة الخارجية أو الناطق الرسمي باسم الحكومة لم يصدر أي بيان لتوضيح أو نفي الخبر، على الرغم من أنه ليس خبرا متداولا في وسائل التواصل الاجتماعي وإنما تصدر غالبية صحف الخرطوم. فما مدى صحة الخبر؟ وهل هناك احتمال لوجود أياد مررت المعلومة لتحقيق أجندة خاصة بها؟ وإلى أي مدى يبدو المقترح معقولا أو قابلا للتنفيذ؟ وما علاقة نشره بزيارة البشير إلى القاهرة؟ وقبل ذلك كله ما هي أبرز أجندة الزيارة نفسها؟ طيب لو بدأنا بالخبر، لأن صحفنا نقلته بيقين كثير يعني، وبينما صمت الإعلام المصري من خلال متابعتي البسيطة عن إيراد هذا الخبر تماما. والله الخبر لا يستحق هذه الثقة الكبيرة يعني من موقع ما لا يعني مصداقيته ممكن تكون محل تساؤل. هذا من المصدر نفسه اللي هو أفريكان انتليجنس، موقع معروف يعني بالنسبة للناس المهتمين بالقضايا الأفريقية، نسب الخبر إلى مصادر دبلوماسية لم يسميها، بمعنى أنه المصدر مجهول والمصدر نفسه ليس يعني صاحب السبق في قضايا عندها علاقة بالعلاقات المصرية السودانية وبالسودان ومصر منذ سنوات طويلة، يمكن متخصص في دول أخرى أكثر. ده كله بيجعل التشكيك واحد من الأشياء التي كان يجب أن تضعها الصحافة السودانية. السبب الأقوى للتشكيك أنه لم يأتي أي مصدر آخر بهذا الخبر، وبالتالي الاعتماد على مصدر واحد مجهول ومصدره أيضا مجهول كان يفترض أنه يتعامل مع الخبر بدرجة ما من التشكيك، وعلى الأقل في المانشيتات التي نشرت في الصحافة السودانية أعتقد أنه كان يفترض أنه ينسب الخبر إلى مصدر، أنه نشرة أفريكا انتليجنس أو نشرة متخصصة في الشؤون الأفريقية تقول، لكن إسناده إلى مصر مباشرة والصحافة لا تعلم إذا كانت فعلا مصر اقترحت أم لا. أنا مصر تقترح، أنا أعتقد أنه هذا فيه خطأ مهني كبير جدا. وبالإضافة إلى النقطة الثالثة لم يعملوا عليه، بمعنى أنا أعتقد أن الصحيفة إذا لقيت خبر زي ده مفترض أن تشتغل عليه، تتصل بمصادر في مصر في السودان في جهات مختلفة لتعرف آراء. لم كل الصحف اكتفت بالخبر الموحد ده ونشرته. أنا أفتكر أنه لا يمكن التعويل عليه، طبعا لا يمكن تجاهله بالتأكيد، لكن لا يمكن التعويل عليه بشكل كبير أو البناء عليه، إنما يحتاج إلى عمل كبير حوله من مصادر مختلفة حتى نستطيع أن نتبين إذا كان صحيحا أم لا، ونقرأه على ضوء التطورات العالمية. يعني البعض برضو يعتبر بأنه يعني الدار يمشي في صايد غير إيجابي، يعتبر أنه تسريب مثل هذا الخبر قبيل زيارة السيد الرئيس
فيه رسائل مع يعني أحيانا مثل هذه الأخبار المجهولة المصدر، حتى من المصدر نفسه فيه كلام ثم المصدر نفسه ما 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 أشار إلى مصدر، يعني تصبح مثل يعني زي تسريبات استخبارية ممكن أن تكون لها أهداف. يعني رأيك؟ أنا حقيقة في أول ما سمعت الخبر نسب إلى زيارة مدير المخابرات المكلف في زيارته للخرطوم أنه طرح هذا الموضوع، لكن لاحقا اتضح أن الموضوع جاي خبر ورد في أفريكان إنتليجنس، وأفريكان إنتليجنس أفتكر أنه ممكن يكون هذا الخبر فيه نوع من الصحة، لكن لم يصدر لا من السودان ولا من مصر، يعني بالتأكيد لم يصدر من مصر الآن، لكن ممكن يكون حسب خبرتي في التعامل مع القضايا الشائكة أحيانا الاقتراحات ممكن يكون هو اقتراح من CIA، ممكن يكون اقتراح أمريكي للطرفين بحل الموضوع، وذلك إما بتقاسم الأرض أو تقاسم الإدارة. والإدارة الأمريكية حقيقة شاطرة في هذا الموضوع، تطرح هذا الحل في أغلب النزاعات التي تمس دول تكون لها علاقة معها أو تكون مع إحداها علاقة قوية وليست في عداء مع الطرف الآخر، وبالتالي دائما بتطرح حلول الكومبرومايز. بالنسبة لمصر أنا أفتكر أنه أشك في أنهم يطرحوا موضوع أبدا موضوع الإدارة المشتركة، لأنه هذا يكون تنازل من الموقف القمة الذي أوصلوا إليه الشعب المصري وأوصلوا إليه حتى الفكر المفكرين المصريين. لا يستطيع أحد أن يقول يعني بأنه حلايب ممكن يكون فيها كومبرومايز، خاصة أنه كان مطروح باكرا مثل هذا الكلام، وحتى مطروح من بعض الجهات السودانية ورفض رفضا باتا. وحتى يا جماعة نرجع لأنه متى بدأت أزمة حلايب الحقيقية؟ بدأت بعد محاولة اغتيال 95. حسني مبارك في 95، فبدأت تمارس الإدارة بقوة ثم أعلنت السيادة ثم أعلنت الضم، وكان ذلك يتزامن دائما مع التهاب سياسي في مصر، خاصة لمن أثناء أو ما أثناء انتخابات المصرية بعد الثورة 30 يونيو اللي جابت في النهاية جابت مرسي، وأصبحت حلايب أداة للضغط لتأكيد خيانة مرسي وحكومته بالنسبة للخيانة الوطنية خيانتهم لمصر وأراضيها بأنهم تنازلوا عن أو كانوا على وشك التنازل عن مثلث حلايب بالنسبة للسودان. بالنسبة للسودان أيضا أنا ما شايف الموضوع أصلا فيه أي إغراء بالنسبة للسودان في أن يقبل، لأنه مجرد أن يقبل بأن تكون هنالك منطقة تكامل أو منطقة إدارة مشتركة، الإدارة المشتركة دي ما بتحصل يا جماعة إلا في حالات معينة، حصلت أيام الاستعمار في السودان بيسموها الكوندومينيوم. وطبعا حتى الكوندومينيوم في السودان هو تجاوز، بالمناسبة تطبيقه أيضا وكوندومينيوم بين فرنسا وبريطانيا في حتات تانية، لكن حقيقة بالنسبة للسودان كان هو اسم وليس حقيقة يعني حتى في وجهة نظر القانون الدولي كما يطبق عليه. طيب أنحنا ليه نقبل بإدارة مشتركة؟ المصريين بيدعوا إنه والله حلايب مثلث حلايب جزء منهم. أنحنا نرجع للتاريخ، نرجع للقانون، يعني قلنا إنه ناهيك عن الدولة الرومانية اللي دخلت فيها مصر ولا الدولة اليونانية قبلها ولا حتى الدولة الفرعونية، يعني عندنا وثائق من عهد الفراعنة إلى اليوم، يعني ما 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 شيء سهل. لكن خلينا في التاريخ القريب في الدولة الإسلامية، يعني أنحنا الآن أبسط وثيقة عندنا موجودة في خطط المقريزي، إذا أي إنسان اطلع عليها بيلقى إنه في خطاب من خليفة المسلمين أمير المؤمنين في بغداد يلتزم فيه لعظيم النوبة بالمحافظة على حدوده من برنيس إلى باضع، يعني دي حدود دولة البجة الإسلامية ولم تكن جزء من الدولة الإسلامية، في حين إنه مصر من زمن عمرو بن العاص كانت جزء من هذه المنطقة
برنيس هي في خط 24 يا جماعة. المسافة ما بين برنيس ولا 22 وبين شلاتين بين برنيس وشلاتين مثل المسافة ما بين شلاتين وحلايب. فبرنيس هي شمال وهي تقريبا قصاد أسوان. فهذه المنطقة معروفة. ابن بطوطة لا من زارها أيضا وكان عايز ناوي الحج عن طريق عيذاب برضو أقر إنه كان حاكمها لم يتبع لمصر أبدا وكان هو بشار وبشار من البشاريين أو جد البشاريين وهو من البجة. 1517 احتلت أو ضمت الإمبراطورية أو الدولة التركية ساحل البحر الأحمر من برنيس إلى باضع، ضمته للدولة الإسلامية العثمانية وأتبعت إدارته للحجاز. فلا كان حتى ما كان تابع للسودان. يعني من 1517 إلى 1874 المنطقة سواكن وحلايب وبرنيس وباضع لغاية مصوع دي كلها كانت تابعة لجدة يا جماعة، وسائقة ذاته موجودة في جدة. فكيف تبعت لمصر؟ يعني احنا في بورسودان كنا حكون تابعين للحجاز وكده. تابعين للحجاز مش كنتوا حتكونوا. ارجع لاجدادك حتلقى انه في ناس بيتذكروا انهم كانوا تابعين للحجاز او حكوا لهم ابائهم انهم كانوا تابعين للحجاز. يعني ده لغاية ما قبل الثورة المهدية بسنين عديدة، سنين بسيطة اقل من 10 سنوات. كانت هذه المنطقة بطولها من برنيس إلى باضع كانت تابعة لجدة، وكلام ده أنا بقوله موجود في الوثائق التركية وموجود في وثائق حتى في 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 جدة يعني. طيب أثناء الثورة المهدية مديرية سواكن ظلت مستقلة بالمناسبة، لم تستطيع جيوش المهدية ضمها رغم جهود عثمان دقنة. كويس. فظل الحاكم كيتشنر كان حاكم ويحكمها وكان مباشرة نيابة عن الباب العالي. مثلها مثل مديرية الحدود اللي هي جنوب من أسوان جنوبا وحتى حلفة. دي برضها كانت مستقلة وكان عليها مدير مديرية اسمه سنان باشا. سنان باشا كان يقدم تقاريره مباشرة إلى الأستانة. ما كان أي علاقة لمصر حتى 1899. فأتبعت قصرا إلى مصر عشان يختاروا منطقة لبناء سد يروي مصر. فقسمت النوبة إلى قسمين. ولأول مرة يصبح جزء من النوبة مصريين. دي لأول مرة في التاريخ بالمناسبة، أول مرة في التاريخ. فأيضا أثناء الدولة الحكم الثنائي السودان المنطقة كانت موجودة يا جماعة. محمد جول كان فيها مزارع بتاع اللؤلؤ وكان فيها مصيف كان بمشي الحاكم العام بصيف فيه. في منطقة لم يكن يحتاج لإذن من مصر عشان يمشي منطقة حلايب وشلاتي ومحمد جول والمنطقة دي، يعني كلها كانت موجودة. كان عنده شاليهات موجودة بمشي بيقضي فيها جزء كبير جدا من الصيف لأنه ذاته اسمه هنا ده يعني الجو رطب شوية وما فيه ما دركت عليك التسلسل، لكن تريد أن تقول بأنه يعني تاريخيا هذه المنطقة تبع السودان فما عنده مصلحة يمشي يخش في موضوع إدارة مشتركة أصلا. أيوة. أصلاً العرب يعني حقته يعني أرض حقته. يعني مصر ناهيك عن مصر بتدعي أنه هي جزء منها. مصر استقلت رسميا سنة 1922 وانضمت لعصبة الأمم. لماذا لم تضم حلايب معها في الخرطة؟ كان الأولى أنها تضمها معها في الخرطة اللي قبلت بها في عصبة الأمم. ده الاستقلال الإسمي بالمناسبة. لكن مصر استمر فيها الاحتلال حتى 56 حتى الجلاء. لكن أمشي لما بعد 1952 1944 هي من الدول التي صاغت ميثاق الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو وقدمت خريطة وقدمت مساحة. يعني هو مش مشكلة في الخريطة، انت كدولة بتقدم المساحة بتاعتك. لماذا لم تضم في مساحتها هذا المثلث؟
ده سؤال بالنسبة للمصريين. طيب نرجع لك عشان نشوف احنا تعاطينا مع القصة كيف، لكن مجددا يعني الدفع بهذا المقترح للواجهة عبر هذا التسريب يريد أن يصادر رحلة البشير إلى هذه القضية، بعض يقول ذلك يعني يقول أنه يريد أن يجعل هذه الزيارة مأسورة بهذه القضية، وبالتالي يعني هناك من يظن أنه هناك مؤامرة في هذا النوع من التسريب. والله ممكن يعني أنا ما رغم أنه قال ما الدكتور قال أنه CIA هي قد تكون وراء هذا التسريب. أنا قصدي أنه أنا ما من أنصار نظرية المؤامرة طوالي في تفسير المواقف، لكن بس دار تخيل سيناريو لو حصل لو المصريين اضطروا يردوا على هذا المقترح هذا كان سينشط الزيارة أو على الأقل يخلق أجواء غير مواتية للزيارة. تخيل المصريين ردوا قالوا لسنا مع هذا المقترح ولن نرد وكرروا الكلام، خاصة انه موقفهم يعني أيوة. يكون لا اقصد انه لو قيل اليوم مثلا وبكره البشير متجه الى مصر كان حيخلق اجواء غير مواتيه للزياره، يعني ربما الصمت المصري ده راعه مساله انه البشير جاي للزياره لكن لا يعني بالضروره الموافقه في وجهه نظري. صمت الخارجيه السودانيه كذلك ها يعني. كيف يعني برضه نحن ما عندنا جرائد شالت خبر وطلعت به وخدته في المنشتات بدون نسبه، فبدا كانما ذا الاعلام السوداني احتفى بهذا الخبر احتفاء حقيقيا وصمتت الخارجيه تجاه هذا الخبر. برضو تفسير الصمت انا افتكر برضو ممكن يكون في سببين، اولا مساله ضعف المصدر، يمكن راوا انه هذا مصدر ضعيف ولا يحتاج حتى انه يعقب عليه. النقطه الثانيه برضو في بالهم زياره البشير الى مصر، انه ربما صدور اي حديث مثل هذا الامر يمكن جدا ان يفسد اجواء الزياره، لذلك ممكن يكون في اتفاق على الصمت من الطرفين حتى تنجلي الاتفاقيات وما سينتج عن الزيارة، ثم بعد ذلك يمكن أن نسمع ردود فعل. أنا لا أعتقد أنه الإعلام المصري صمته سيطول، أتوقع أنه ما تنتهي الزيارة بعد ذلك يمكن أن نسمع آراء حول هذه القضية. أنا أفتكر برضو من المناسبة يعني بس ملاحظة بسيطة، أنا أفتكر أنه لو الموضوع وفي غالب ظني أنه مطروح من الإدارة الأمريكية أو من CIA ما بيكون بسوء نية، وكون جس نبض بالمناسبة للطرفين أنه مدى قبولهم بالموضوع قبل أن يدفعوا به رسميا، وهم بالنسبة لهم حيكون من مصلحتهم أنه الموضوع ينحل حتى ما يكون شوكة في العلاقة دائما يعني إشكالية يعني. لكن أنا بقول أنه ليه قد نقول شنو مصلحتهم مصلحتهم لأنه ممكن عايزين استقرار لمصر أكثر يعني بالنسبة لي في مواجهة الموقف السوداني المتشدد المبني على وثائق وحقائق، يعني ممكن يكون عايزين يشوفوا إنه هل السودان ممكن يقبل بهذا أم لا، يكون جس نبضي بالنسبة لنا. وإذا حكموا بما ظهر في الإعلام يقول إنه والله السودان مرحب، لكن أنا أفتكر إنه صمت الخارجية هو يمكن يكون خيره أكثر يعني في هذا المجال، لم تنجر إلى التعامل أو التعاطي مع خبر ما معروف ليس له أساس يعني. طيب خلونا نمضي للقضية نفسها باعتبار أنه البعض يعتبر أنه كل ما يكون العلاقات زي ما أنت قلت بيك العلاقات كويسة بيحصل بالعكس يحصل إصماط للملف، الطرفان بيحاولوا لا يعني بيحصل السكات عليهم، بينما عندما تكون سيئة يصعد من يعني قضية حلايب تظل قضية مركزية بالنسبة للسودان يعني هل بالنقد لهذا المنهج في التعاطي يعني بالعكس الوقت المفضل لإثارة هذا الموضوع هو الوقت اللي فيه الأجواء كويسة يعني. أنا ظلت أقول هذا باستمرار يعني في أي مناسبة تحدثنا فيها عن هذه القضية انتقدت هذا المنهج وهذا السلوك، إنه نحن نثير وقت الأزمات وكأنها بس مجرد مثير ومهيج للأزمات، وعندما تكون العلاقات جيدة في تصريحات على مستوى القيادة السودانية في سنوات سابقة كانت العلاقات جيدة إنه لن نفتح ملف حلايب، وأنا أفتكر إنه هذا خطأ. عندما تكون العلاقات جيدة أعتقد كما قال تفضل وقال الدكتور قبل إنه هذا أفضل وقت لمناقشة القضايا تحت الحدود من غير توترات من غير هيجان إعلامي، وممكن يكون في معقولية وممكن يكون في عقلانية في التعاطي مع هذه القضايا ومحاولة الوصول إلى حلول الحولة. لذلك أنا أفتكر فعلا هذا المنهج منهج خاطئ وغير سليم، ولا يساهم إلا في أنه يجعل القضية قنبلة موقوتة كلما تأزمت العلاقات تنفجر. طيب دكتور معاذ، يعني مصر ترفض وضع هذا الملف على الطاولة للتفاوض حتى نعم. مجرد النقاش يعني تفسيرك لهذا الموقف؟ أنا تفسيري بالنسبة للموقف لأنه يعني الدول دائما بتحب أن تتفاوض عندما يكون هنالك أمل للدولة، وعندما يكون للدولة حق أو شبه حق أو مظلول حق،
يعني تظن أن عندها حق. أما الدول التي تعتدي وتعلم أنه ليس لها حق فلا بد أن تتمسك بموقف بمنطق القوة في مواجهة الدولة التي ترى أنها أضعف وتتمسك به. مصر ستخسر كثيرا جدا إذا جلست إلى الطاولة وتفاوضت، وقد جربته مرة في اللجنة المشتركة لموضوع حلايب، وكانت من جانب السودان برئاسة مولانا علي محمد عثمان ياسين، وفشلت المفاوضات من أول جولة لسبب واحد، يعني الوفد المصري طلب من الوفد السوداني أن يقدم ما عنده كدليل على أنه منطقة مثلث حلايب سودانية. فكان معنا في الوفد، يعني أنا كنت يعني في الوقت ده أنا كنت بحضر في الموضوع نفسه، لكن وكنت بمدهم بالوثائق، لكن كان مع الوفد العالم جعفر مرغني، فهو وكان عضو الوفد من الجانب المصري يونان لبيب رزق. يونان لبيب رزق يعني، فهو قال لي خلاص اوكي احنا ما عندنا حق وما عندنا وثائق نطلع. طلع قال لهم بس ترى شوف وراكم فيه شنو. لا طلع كتاب مش كتب بتاع يونان لبيب رزق بتشهد انه المنطقه السودانيه. فقال لي عندهم رد عليه، فوقفت المفاوضات لهذا السبب. يعني انا اكاد اقول لك الحدود بين السودان ومصر كدولة مصر وكوش بالمناسبة ما تمشي كثير، يعني حتى بالنسبة للمسيحيين وبالنسبة لليهود معروفة. أنا قبل شوية حكيت لك عن الدولة الإسلامية، لكن هل تعرف حدود مصر موصوفة في الكتاب المقدس؟ في الكتاب المقدس مذكور مصر من حدود من مجدل إلى أسوان. حدود مصر، أما الباقي فهو كوش وموصوفة إنه كوش من أسوان جنوبا. وأحيانا في الترجمة اليونانية بتسمى إثيوبيا. بالمناسبة بعض الكتاب السودانيين بيستحوا بيفتكروا إنه والله غلط، هو ما غلط. إثيوبيا هي السودان بالمناسبة، السودان دولة كوش ودولة نوبة هي اسمها إثيوبيا. إثيوبيا الحالية دي الإثيوبيين يقولوا دي حقتهم كمان. لا أبداً أبداً. إثيوبيا الحالية دي هي الحبشة، وأخذوا الاسم سنة 45. قبل سنة 45 لم يعرفوا أبداً بأنهم إثيوبيا. عشان كده الآن في ترجمة الإناجيل للغة الإنجليزية بتلقى كلمة إثيوبيا بين قوسين مودرن سودان أو السودان الحالي. فهو مش لأنه خطأ، لأنه اليونانيين أصلا أطلقوا على دولة كوش أطلقوا عليها إثيوبيا، اسم إثيوبيا. أما الإثيوبيين فهم معروفين بأبسينيا أو الحبشة دين الأحباش. فبالتالي حتى الإنسان المطلع على الكتب المقدسة بيعرف أنه مثلث حلايب ما مصرية ولا أسوان ما مصرية وكذا. يعني ناهيك عن أنه نجي لمقاييس الحقوق وفق القانون الدولي. يعني القانون الدولي بينادي بأن الدولة التي تشرف أو لها حق السيادة على الإقليم هي التي تحدد حدود هذا الإقليم. مصر كانت دولة أو كان إقليم ضمن السيادة التركية من 1505 مش كده؟ أنا متأكد تقريبا التاريخ تقريبا إلى أن أجبرت بريطانيا تركيا أجبرت تركيا في معاهدة لوزان أن تعترف باستقلال مصر من 1922 بعد الحرب العالمية الأولى، وتعترف شوف بريطانيا عملت شنو، وتعترف ب الانتداب البريطاني على مصر من سنة 1914، يعني باك ديتد. وده طبعا حاجة غريبة جدا، لكن البريطانيين أحيانا كثيرة يحبوا أن يصلحوا أو يعني يقننوا الأخطاء اللي عملوها أو المخالفات التي قاموا بها
لأن هي بريطانيا كانت حليف للدولة التركية ولا يجوز لها أن تحتل أراضي الدولة الحليفة. عشان كده لما تركيا دخلت أو الدولة العثمانية دخلت في الحرب العالمية الأولى سنة 1914 إلى جانب دول المحور ألمانيا وإيطاليا، أعلنت بريطانيا الحماية على مصر والسودان، فبالتالي أصبحت مصر محمية بريطانية في سنة 1914 لغاية سنة 1922، وجعلت تركيا تعترف بهذا سنة 22 باك ديت. طيب تركيا أو الدولة العثمانية حددت حدود مصر سنة 1841 ولم تعدل أبدا ولا يستطيع أحد أن يعدلها، والحدود موجودة وأسوان ما يعني بس مع خط أسوان 5 أميال جنوب أسوان هي الحدود، وداخل فيها مدينة برنيس اللي قبل شوية أقولها ديك دي ظاهرة كأنها جزء من مصر لكن بس على جنوبها على طول، أما المنطقة كلها خليج خليج بناس كله تابع للسودان. يعني ده معناها فليست لمصر مصلحة إذن أن تجلس للتفاوض حول حلايب، لأنها خسرانة خسرانة، ما عندها ولا وثيقة قانونية تاريخية ممكن تعطيها حلايب. طيب مش كده بالمناسبة هو مصر ممكن تخسر أكثر من كده إذا دخلت كمان مع حتات تانية، ممكن تخسر حتات تانية لأنه ما عندها حل أصلا الحتات التانية ذاتها جزء الآن حتى الامتداد الثقافي بتاع السودان فيها كبير يعني مش لكن لأنها أخذت خلسة، مش لأنه امتداد ثقافي السودان، لا هي منطقة سودانية أخذت خلسة، منطقة سودانية كامل أيوة بالكامل وأخذت خلسة. طيب فيصل واضح أنه حلايب بقت جزء من المزايد، أنا حاجيك يا دكتور معاذ عشان أفهم نحن إذا ده الموقف المصري في قراءته النهائية خيارات ما نحن شنو، لكن أي هنا لفيصل عشان أقرأ مصر من جوا، يعني إذا كانت مصر دخلت حلايب جزء من المزايدة المزايدة الوطنية، لأنه ده واحد من قراءاتك كما سمعت قبل التسجيل، يعني أنه مصر جوا موضوع حلايب لأنها تتعاطى معه بالشكل الإيجابي نفسه أو بالتفكير المفتوح، في مشكلة حقيقية في الحكاية دي لأنه بقى جزء من المزايدة الوطنية. صحيح، يعني مثلا أنا أستطيع أن أرجع لمفكرين وكتاب وخبراء مصريين ذوي اطلاع وثقافة عالية جدا في نزاع جزائر حنيش بين 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 اليمن وأريتريا، أو نزاع حصل بين أكثر من دول الخليج بين السعودية والبحرين والسعودية وقطر، سأسمع أطلع لهم مؤلفات ضخمة جدا حول ضرورة الجلوس التفاوض وحل هذه القضايا بهدوء وإنه التحكيم ويجب أن لا يتم، يعني عندهم لثلاثة ضخمة جدا. نفس هؤلاء العلماء أو المفكرين عندهم موضوع لحلابي يقول لك لا تفاوض ولا نغاش ومش عايزين كلام. للكلام أنا ذكرته إنه في مزايدة على الوطنية في مصر بالتحديد بقت مربوطة بحلايب، إذا أنت تنازلت عن هذا الموقف ولو ذرة تتهم بالخيانة، ولذلك صارت محل فعلا للمزايدة. يعني صنافير وطيران ما فيها مشكلة، وبالعكس المصريين اللي قالوا تيران وصنافير مصرية ودوهم المحكمة وسجنوهم وعملوا لهم قضايا وقبضوهم وكذا واعتقلوهم، يعني اللي قالوا مصرية يعني مش اللي قالوا العكس، اللي قالوا المبالغة المضحكة يعني لا ومش كده بالمناسبة ووصفوا بعدم الوطنية في أكثر من كده. المصريين اللي تكلموا عن أحقية مصر بجزيرة في داخل البحر الأحمر وبحق الاستكشاف وأثبتوا إنها مصرية لأن المصريين أول من استكشف هذه الـ وأعلنوا عليها السيادة أصبحوا مضطهدين. لماذا؟ لأنه ظهر في المنطقة غاز وبترول ومصر تنازلت فيه لإسرائيل أو للكيان الصهيوني بدون أي أرض مصرية في الحقيقة وفيها بترول وغاز وهي مقابلة لقطاع غزة، يعني البعض وبالتالي يعني دي أهم من موضوع حلايب. يعني البعض هي أداة للضغط باسم المناسبة. الدكتور يعني قد يرى البعض هذا التشدد تجاه السودان والتساهل في جهات أخرى إنما نابع من الذهنية التي تستضعف دائما السودان. ده طبعا ده موضوع كبير جدا، في موضوع كبير جدا في القنابل الموقوتة والحمولات التاريخية لمشاكل العلاقات بين السودان ومصر، وده جزء منه. أنا بفتكر المصريين مسؤولين عن جزء كبير منه والسودانيين أيضا مسؤولين عن جزء عشان الواحد يكون أمين في الحديث، يعني
لكن اعتقد انه المسؤولين المصريين مسؤولين عن جزء كبير جدا منه، واللي هو فيه نظره بتاع الدنيه فيه عدم اعتراف. يعني لما حصلت الموضوع بتاع سواكن وتركيا والعلاقات مع قطر وكذا، كيف للسودان ان يتخذ موقف لا تتخذه مصر؟ الحقيقه يعني درجه من الاستعلاء لا تصدق. يعني البلاد مستقله ذات سياده، صحيح ممكن البلد تطلب منه ان لا يهدد سلامة البلد الثاني، لا يمكن، لكن لا يمكن أن ترهن علاقاتك وزيارات هم عندهم علاقة مع تركيا اقتصادية ممتازة جدا. عنده علاقة مع إسرائيل مثلا، وإسرائيل السوداني يقول لي مصر لماذا لديك علاقة مع إسرائيل؟ لديهم أمريكا حليف قوي جدا لمصر عندما كانت أمريكا بتفرض عقوبات على السودان ومحاصرة وكذا، هل كان من حق السودان يذهب إلى مصر يقول لماذا لديك علاقات جيدة مع أمريكا؟ الحقيقة الموقف كله غريب جدا. أقول لك متشفوق، أقول لك درجة من درجات التعالي لا تقبل حقيقة. أقول لك حكمة بريطانية وجدتها في الوثائق البريطانية أثناء ما ببحث في موضوع حلايب. صدر منشور في الخارجية البريطانية سنة 1885 أو بعد الثورة المهدية مباشرة، صدر تعميم في كافة الدول لكافة سفاراتهم وبعثاتهم، أنكم أحذروا أي خبر يمس السودان إذا صدر عن القاهرة فلا تستمعوا له ولا تصدقوه. والوثيقة موجودة بالمناسبة في الخارجية البريطانية طول العهد. البريطانيين لم يكونوا يصدقوا أي كلام عن السودان يكون مصدره القاهرة. ليه؟ عشان الكلام اللي أنت قلته ده، النظرة الدونية. وفي الحالات الحلوة أن إحنا والله أخوات وأن إحنا كنا دولة واحدة. يا جماعة متى كنا دولة واحدة؟ الملك فؤاد أعلن أنه هو ملك مصر والسودان، والإنجليز لم يعترفوا به، وما حصل عنده سفارة في العالم دي، سفارة مصر والسودان، ولا عمل لها علم جديد زي ما عملوا في الاتحاد مع سوريا أو ما غيره. لم يحصل كلام، كان إعلان من جانب واحد لم تعترف به ولا دولة في العالم، ولا حتى بريطانيا اللي كانت تستعمر مصر. بل بالعكس، بريطانيا أنا لاحظتها كانت صراحة عندما أعطت مصر الاستقلال الإسمي سنة 1922 اشترطت أحد شرطين: ألا تتناول مصر موضوع السودان نهائي، ولا ثمن مصر بريطانيا ستعترف لمصر بالاستقلال، أن تترك موضوع السودان نهائي. وبالتالي لم تكن السودان ومصر اصلا دولة واحدة في كل الوقت. طيب نقطة واحدة بس. انا قاعد اقول المتش، وانا قلت الجوانب السلبية، انه بالمقابل في العلاقات السودانية المصرية في مخزون ايجابي ضخم لو تم استثماره. مع الاسف الشديد يتم يعني حالة عمى كامل عن هذا المخزون الايجابي والتركيز على الجوانب السلبية وتفجيرها. طيب بس المتش جدا، لانه في قضية الان على الارض، في تعنت مصري في التعاطي معها، في عقلانية سودانية، ناس داري يتفاوض وداري يتناقشوا، ده ذاته ممنوع مرفوض، في تحكيم دولي مطروح، في تحكيم يعني كل الخيارات مصر لا، موضوع ده ما موضوع نقاش، ما مطلوب. يعني خليني أرجع أقول، طيب ما هو، ونختم بالسؤال اللي فيما تبقى من زمن، يعني ما هو المطلوب من الخرطوم؟ يعني حيال هذا الموقف المصري المغلق الذي يرفض التفاوض، ما هو المطلوب؟ شوف، أنا بفتكر إنه نحن محتاجين استراتيجية بتعاين لقدام. يعني ما سياسة رزق اليوم باليوم ورد الفعل، دي مسألة خاطئة جدا. يعني أول حاجة التعامل بردود الأفعال لا يصنع سياسة خارجية مستقيمة وسوية وغيره. نحن يجب أن يكون عندنا منظور استراتيجي للتعامل مع مصر، وفيه تقديم للمصالح المشتركة، وفيه برضو تركيز على القضايا الخلافية المحتاج حلها، وتصور لكيفية التعامل معها. ده الموضوع الأساسي، بحيث أنه عندما يكون هناك فعل يحتاج إلى رد فعل، يكون رد فعلنا محصور وزن أو في إطار هذه الاستراتيجية، وليس خارجا عليها وليس منغلبا عليها. نكون عارفين إحنا مصالحنا وين مع مصر، مصالح المشتركة وين، عارفين الخلافات وين، كيفية التعامل معها. وأنا أعتقد أنه الإصرار على هذا والضغط عليه ممكن أن يولد موقف مصري مماثل فيه نفس المواقف،
بحيث انه عندما تكون هناك خلافات بين البلدين تكون خلافات بين اي بلدين متحضرين في العالم، في الدول دي كلها بتكون في خلافات بيناتهم. الناس عندما يختلفوا في نقطه معينه لا يعودوا وينقلبوا على كل النقاط المشتركه ويردموها. نحصر خلافاتنا، ينتقد الاعلام المصري مواقف بتاعت الحكومه السودانيه فليكن، وللاسف الاعلام هو الاعلام المصري هو اللي جرى القضايا ينقلب على كل شيء، وكانه ليس بين البلدين علاقه ولا تسوى اي شيء في مقابل القضايا. اللغه المستخدمه، التعبيرات المرات العنصريه المقيته التي تستخدم، كل هذه انا افتكر انه لو في استراتيجيه حقيقيه للتعامل طويل المدى في العلاقات بين البلدين، من على الاقل السوداني يجب ان يفعل هذا وينتظر يرد من مصر ان تفعل هذا. انا افتكر هذا سيسهل كثير جدا من نقاط الطلاق. دكتور معاذ برضو يعني شنو انا حقيقه يعني الناس تشوف المثال اللي قدامها. انا مع كلامك اللي قلته، لا بد ان تكون هنالك استراتيجيه، لا بد ان يكون هنالك وعي. ووعي يعني اللي لمسته حتى كثير من الاعلاميين والمثقفين والباحثين السودانيين والسياسيين، أغلبهم عندما يتعامل مع مصر أو يتعامل مع قضية حلايب أو موضوع الحدود لا يتعامل بعمق. ودي هي إشكالية يا جماعة. نحن عندنا تغييب داخلي حتى في تاريخنا القديم والقريب، وبالتالي أسس حقوقنا لا نعرفها. وبالتالي أحيانا كثيرة نأخذ مما يلفظ الإعلام المصري اللي أغلبه أصبح كاذب ومغلوط، وللأسف يعني حد وضع الجزيرة، استخدم هذه الجزيرة، حد وضع الجزيرة جزيرة 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 نعم مشيناها يعني جزيرة السواكن، جزيرة السواكن جزيرة جزيرة نعم. فمصر هي مصرة على التعامل مع السودان كما تعامل أمريكا مع دول أمريكا اللاتينية، كأنها حديقة خلفية لا تريد لها أن تتطور أو أن تتقدم. وده بالمناسبة حقيقة يا جماعة، المصريين ليس من مصلحتهم أن يتقدم السودان صناعيا ولا زراعيا ولا أي شيء. ذهنية بتاعتهم يعني نحن نكون موجودين مصدر للمياه ويجب أن لا نتكلم. يعني المصريين لا من كانوا في عزلة في العالم العربي لم يجدوا إلا باب واحد هو باب السودان لينفذوا منه. مجرد ما أعادت علاقتهم معهم، أنا كنت موجود يا جماعة في بريطانيا، كل التقارير السيئة اللي أدت إلى حصار أمريكي على السودان وأوروبي على السودان كانت صادرة من مصر ومن المخابرات المصرية. في طول الوقت كانت تهم ملفقة وأشياء غريبة جدا أحيانا تكون ظاهرة بالنسبة لنا، لكن بالنسبة للغير كانوا يعرف تماما. فنحن لابد أن نعرف الحقائق التي نجلس عليها. خياراته هنا دكتور الآن في موضوع حلايب مثلا، أنا بفتكر إنه خياراتنا يجب ألا نفرط في هذا الحق السيادي على المنطقة. ومصر ملزمة دخلت في منظمتين تلتزم فيها بالمحافظة على الحدود الموروثة من عهد الاستعمار، وهي قررت هذا المبدأ في سنة 1963 في القاهرة في مؤتمر القمة الأفريقي الأول، ثم في أديس أبابا في سنة 1964 في مؤتمر القمة الثاني في أديس أبابا، والذي تبنى ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية. ويجب أن تحترم نفسها يعني. أن إحنا نحترم دولة المغرب، المملكة المغربية رفضت الالتزام بهذا. الصومال سياد بري رفض الالتزام بهذا لأنه كان هو مطالب بهرر الصومالية. المملكة المغربية كانت تطالب بالصحراء الغربية، فعندهم حق. مصر سمطت، لم تطالب بحلايب ولم تطالب بأي شيء. بعدين بالمناسبة مصر تدعي في نفس الوقت أنها كانت دولة تستعمر السودان أو السودان جزء منها. فلماذا لم تحتج لا من كانت الانتخابات وهي عضو في لجنة الانتخابات سنة 1953 وكانت الدوائر دائرة حلايب كان مكجر 53 و56 و58 وسكتت ورضيت بإجراء الانتخابات 58 لحد ثلاثة انتخابات ولغاية 86 لحد انتخابات 86 وجرت في دائرة حلايب وكان النائب عيسى أحمد. طيب فبالتالي ليس لهم يعني ليس هناك تنازل. طيب علشان نبدأ نختم صح يعني، بدأنا متفائلين بزيارة الرئيس غدا إلى مصر،
بدأنا متفائلين بنهج جديد للتعاطي مع القضايا. القضايا ظلت هي القضايا، ما في زول يفتكر أنه والله نحن إذا دارين نقول والله أنه زيارة الرئيس دي بكرة عشان تكون ناجحة أنه نشيل قضايانا دي ونكفلها في درج ونغيبها عن الحوار. ما أظن في مسؤول عاقل ولا في دولة راشدة بتغيب قضاياها العالقة مع مصر، ولكن منهج التعاطي ربما يكون يتغير مختلفين. نعم نعم بتأكيد. شوف في ملفات كثيرة مطروحة بين البلدين، في قضايا سياسية، في قضايا أمنية، كل طرف يقول في معارضة في البلد الآخر وكذا، ونفتكر حقه يكونوا عقلانيين فيها، بمعنى أنه الوجود الجسدي لقيادات معارضة هنا وهناك يجب أن لا يكون مشكلة لأنه باستمرار كان موجودا، لكن هل في نشاطات فعلا؟ هذا ممكن يكون محل سؤال ومن حق أي طرف أن يتساءل. النقطة الثانية، عندهم خلافات حول قضايا في الإقليم، المواقف الإقليمية، بلدين زي دين عندهم مصالح مشتركة، حقه يكون عندهم سياسة إقليمية واحدة، يعني تجاه ليبيا المواقف مختلفة، تجاه جنوب السودان المواقف مختلفة، ومن مصلحة البلدين أن يكون فيه. أنا أفتكر أنه مواقف إقليمية مشتركة ده ممكن يكون من المسائل اللي تطرح في علاقات البلدين. كيف نتعامل مع موضوع حلايب؟ ما هو المدخل المناسب لي أنا أعتقد لابد أن يثار. وأن تقبل القاهرة. أيوه. لا تستطيع أنك أنت تجبرها، لكن أنا أعتقد أنه لابد من إثارة. يعني موضوع كل التجارب الدولية في حل النزاعات حول السيادة على الإقليم أو نزاعات الحدود لا تتم إلا في أوج حسن العلاقة بين البلدين. فهو المنطقة الوحيدة، الحالة الوحيدة التي يمكن أن تحل فيها نزاعات الحدود، وبالتالي نحن يجب أن ننتهز الفرصة ونطرق بقوة. إما في أو نطرق بقوة. إذا لم ترد مصر أن تتحمل نتيجة التفاوض فلتلجأ إلى التحكيم الدولي وترتاح. يعني لماذا ترفض التحكيم الدولي في منطقة مساحتها 18600 كيلومتر مربع، في حين أنها ذهبت إلى التفاوض مع دولة عدو تعتبر عدو في كيلومتر واحد؟ طابة كانت كيلومتر واحد، طابة كيلومتر واحد، فذهبت إلى التحكيم ورضيت بالحكم، لماذا لا ترضى به؟ وكل الدول ليبيا وتشاد ذهبوا إلى التحكيم، نيجيريا والكاميرون ذهبوا إلى التحكيم، اليمن وإريتريا، قطر والبحرين ذهبوا إلى التحكيم، إريتريا وإثيوبيا ذهبوا إلى التحكيم، إريتريا واليمن ذهبوا إلى التحكيم، السودان نفسه في موضوع أبيي، في موضوع ما هي حدود أبيي قبل داخليا، لأنك أنت بمجرد أن تحيل الموضوع إلى التحكيم ترفع المسؤولية عن القرار السياسي واللوم حتى الشعبي من الموضوع، لأن القرار يكون هو قرار قضائي، ويعني هذا هو الأفضل بالنسبة للاثنين. طيب علينا في مثل هذه القضية، إنه أنا شعرت دائما كنت أشعر أنه هنالك محاولة بتاعت ابتزاز وإساءة وشتيمة لمن يقول بأن حلايب سودانية، يخرج الإعلام المصري والحكاية دي لا يستثنى من أحد من رأس الدولة إلى فرد الطوالب تشتم ويعني تظل يراد لهذه القضية أن تموت بمثل هذا الابتزاز وهذا التخويف فعلينا في ظل رغبة السودان في علاقات جيدة مع القاهرة أن تظل هذه القضية مرفوعة بوعي، محروسة بوعي، حتى نصل إلى نهايتها. فيصل محمد صالح دكتور معاذ تنقو، شكرا جزيلا لكما، وإن شاء الله دكتور معاذ ناخذ لنا قاعده ثانيه ان شاء الله. الموضوع ده دايل تستحق دايل قاعده في الصالون كده طويله شويه نفصل فيها. شكرا لك كثير على هذه الافادات، وشكرا للاستاذ فيصل محمد صالح. نشاهد وصل صوتك بعد الفاصل ان شاء الله. شكرا لك يا دكتور.